قالها وإن شاء الله تعالى أنه أيامك كلها بيضاء. اللهم والله يوفقك وانت طيب، رجل طيب وأنا أعتز فيك. علي طقوسك الثابتة في اليوم. أنا السؤال هذا كتبته من بدري لأني عارف أنك ما راح تعرج عليه لما تتكلم عن نفسك في الزاوية المفتوحة. طقوس علي من الصباح إلى الليل لما يرجع ينام، وش الأشياء الثابتة اللي في حياتك ما تغيرها؟ وش هي؟ في البرنامج ولا برا؟ في حياتك بشكل عام، طقوس علي من الصباح إلى قل أصحى وأفعل كذا كذا. والله ابو سحاب سؤال يعني جيد. ليه انت في يعني في اختلاف بين طقوسك في الحياه الخاصه وحياتك في البرنامج؟ فصلت بينها؟ لا البرنامج انت ابو سحاب مجرب برنامج واقف تعرف اجواء البرنامج وطقوسه. ايه متى ترقد متى تقوم فقرات جميل. في اشياء ابغى شيء ثابت في 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 شيء ثابت برا يا ابو سحاب. يعني احنا برا في منطقه يعني بعيد عن الزحمه، بعيد منطقه بسيطه هجره. يعني طقوس ثابتة، الصبح نقوم مع الشيبان، تواجه شيبانك تسلم عليه تقهوى معهم. هذه الأشياء الثوابت. هذه الأشياء جميل ثابتة. أيوة تشرح مع أبوك للبل ولا مع أمك للمزرعة والغنم. ما شاء الله. يعني الشيبان تعطيهم من وقتك بالأخص الوقت الصباحي، لأنه ترى الوقت اللي هو اللي له ثمرة إنك تقعد مع الشيبان. تروح مع أمك للمزرعة والغنم. وترى خوة لبلم ترى هي أفضل أعز خوة. أعز خوة الله يحفظ لك ما عندك ويحفظ الأستاذ المشاهدين ما عندهم. يعني والظهر ترجعون الظهر ما بين مقيال قيلولة ما بين في البيت ولا في المزرعة؟ لا في البيت. في البيت جميل. المزرعة قريب من البيت ما هي بعيد. الظهر ما بين مقيال اللي هي قيلولة ما بين اجتماعنا مع عيال العم ولعب ورقة ولعب والعصرية تعرف نروح الحلال حلو اللي هو نروح ندوج مع زميل قهوة عند واحد من الربع عند دبله. هذا هذا يعني ثابت او يصير في تغيرات فيه؟ يصير في تغيرات بسيطة بس انه هو الاغلب. هذا الاغلب. طيب صحيح مغرب من اللي عنده قهوة من الرب حياكم قهوة عندي اليوم. حلو يعني ترابط اجتماعي في كل اللحظات. لان احنا هجرة بسيطة بيوت يمكن 10 بيوت كذا ماشي. وبعد العشاء كان في احد عنده عشاء عزمنا العشاء او احنا عزم احد العشاء. طيب تعشى ثم لبيك. كان لك وقت خاص انت مستقطع لك شيء في اليوم؟ لك وقت خاص في الاوقات هذه كلها؟ يعني انا كان حريص على نفسك اشتغلت فيه على نفسك، تجاره تخصك يعني مسؤوليه. اشتغلت على نفسي. اشتغلت على نفسي في بيع وشراء البل. هذه من عندك؟ صحيح. ابوك وكلك عليها ولا حلالك الخاص؟ لا والله ابوي مكنني عليها. الله يخليه لك ويخليك له. ابوي واخواني الكبار يعني مسكوني ذا الشغلة. تروح سوق البل وقت معين؟ يروح وأنا عندي أنا يعني أصور وأنشر. حلو تسوق للبل. جميل. الله الله. تمام نرجع للعشاء تكونون في البيت؟ العشاء نكون في البيت يعني وقت الشتاء هو أفضل يمكن أوقات. حلو. نجتمع شبة ضوء. يا سلام. وهو في خاطري حاجة بتجينا إن شاء الله إنها بتجينا اليومين دي. جميل. حليب أبيض نحط معه زنجبيل. حلو. تعرف ولا بيت شعر وخيمة. حلو وبيلوت وسوالف جميل جميل واصوات يعني. حلو طقوس يعني غالب الناس عندهم بس انا طقوس. كان حريص على اني اقوم بدري علشان الشيبان الله يخليهم. لا الحين تغيرت حياتك. واقوم الليل عشان احضر السمره وحضر الاجتماع. جميل حياه جميله ونبيل يا علي. طيب علي خامس